بستغرب في بعض الناس يا جماعة، معليش، تطلع البص تلقى واحد يضحك في الناس، محمد موسى ومين ومين، مجموعة من بتاعنا النكات دي، يقول لهم في واحد جعلي واحد شايق، الشايق خطب لبيت والجعلي قال له بس أخوته، وذاك جاب له واحدة قبيحة وشافه في الجناية وقال له إن عطست بيحصل لها كذا. جعلي وشايق، جعلية شت ساكتين والشايقية شت ساكتين في البص، ما برا البص، كان برا البص واحدين بيجي في البص تلقاهم ساكتين في نكتة في ضحك بيجيب القبائل يسكتوا زاي. نحن نقوم لما نتكلم في شاي ولا قبيلة من القبائل، نتكلم في شخص ما عشان نضحك الناس، عشان نجيب الدين، وده خالف الدين، ولو خالفوا في بيته براو يناصحوا براو، ما بجوز يجيبوه في الميكروفون، خالف الدين ونشروا برا، ترد عليه يقول لك ما تتكلموا في الناس، وده تلقى ساكت في النكتة، النكتة اللي جابوا قبائل ساكت فيها، يقول لك ما ده نضحك زاي، أنا إحنا ده نخش الجنة زاي، أنت دار تضحك زاي، ده نخش الجنة زاي، أنت يا أخي الله يرحمنا يدخلنا الجنة، كلام ذاته، وهو ما بخليك أنت، الغريبة متناقض، أي زول تلقاه عليه باطل يا جماعة بتلقاه متناقض، يقول لك أنت مالك ومال الناس، انتوا ناس شغلتكم نبز، يعني هو انتقدك انت، يعني هو ما خلاك انت خلاص، مش مالك ومال الناس، انت قلت لي مالك ومال الناس، انا ذاته من الناس، انت مالك ومالي، انا دار اتكلم انت مالك ومالي، بتلقى متناقض هو ذاته، يقول لك بس الجماعه ديل، جماعه ديل عيب بيتكلموا في الناس، هنا الجماعه يكونوا ما في شين، يعني هو تكلم في الجماعه اللي يتكلموا في الناس، وذلك يتكلموا في الله سبحانه وتعالى، ودي كلها جماعة مصائب، ونسأل الله العافية، ونسأل الله يبصر الناس يعني، وأن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. انت لازم تفصل للناس، ولازم تأخذ بيديهم، ولو شاكلوك ولو نبذوك ولو أساءوا لك، اتحمل الأذى، بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، أنشر الحق. يا أخي أنا تعجب، وعمك دامس قلت له الكلام في التلفون، قلت له يا عم أنا والناس ديل قالوا شيخهم بيقول أنا بعلم الغيب وكتبه في كتاب كذا، يا جماعة بالراحة كذا، الزول بالراحة يفكر، زول كتب كتاب اسمه أعلام الطريق، جايبين صورته برا شايل له سبحة اسمه عبد الرحيم محمد وقيع الله لغب البرعي، كتاب أعلام الطريق غلاف كبدي، وجايبين صورته جوا، فتفتح الكتاب جوا قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. أنا لما نجيب كلامه ده أقول البرعي قال في أعلام الطريق في كتابه ده قال كباشي كذا كذا كذا، أنا لما نقول البرعي قال كذي، الكلام ده بزعل البرعي؟ لو بزعلوا ليه نشروا؟ انت ماشي بزعلك كونه يقولوا انت قلت كذي بزعلك، انت كاتبه ليه؟ هل هو بزعلوا ولا بفرحوا؟ بفرحوا ينشروا عنه، لكن احنا ما ننشروا عنه مدحا، وإنما نرد عليه، يقول لك انتم ما بتردوا عليه، ما نحن، ما القرآن قال كذا، قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجنة ده انتم اللي بتخلقوه ولا نحن؟ والله مش قال لك جنة بس، قال لك يا أيها الناس، والناس دي لفظة لما تذكر في الأصل بيدخل فيها المسلم والكافر واليهودي والنصراني والوثني والبوذي إلى آخره، يا أيها الناس كلكم، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا مجنا ولو اجتمعوا له، يقول لك لا، وقصده كباشي بيدعو لك الله، هو كباشي حيسي ولا ميت؟ وميت وما وكان قصده كذي ما يقوله، ولو قصده بيدعو لك الله ما يقوله، وقال لك كباشي كم أدى ولد، مش كم دعا الله، فالله أدى ولد،
إلى آخره. وبعدين قال لك من غير مس وتفل، كم أدى طفل، في كلام مفصل أكثر من كذي. فليه يكتب الكلام وينشر للناس ولما يردوا عليه الناس يتضايقوا؟ وعنده كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، البرعي نفسه ذاته أخوي في كتابه ذاته، عشان أنت ما تدعب ساي، في كتابه ذاته في المقدمة عليك الله أقرأ، قال: وأذنت للمصلحين إذا رأوا فيه خللا أن يردوا عليه. ده في مقدمة الكتاب، أنت هو أذن ذاته، كان ما أذن نحن من جيه، لكن هو أذن ذاته، هو أذن. أنت زعلان ليه؟ تعصب أعمى وجهل وباطل وكلام غريب جدا، ونسأل الله العافية. فزول داعي دار يدعو إلى التوحيد ما يعمم الكلام، يفصل عديل، ما تنادوا غير الله نادوا الله، ما تنادوا الشيوخ نادوا الله براو، ما في شيخ بيعلم الغيب، بيعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، كذا كذا كذا.